توقعات برج الميزان ليوم السبت 18 يونيو حزيران 2022. ميزان، اليوم هتحتاج لهدوء اكتر، وبحاجة انك تبتعد عن كل المغامرات اللي ممكن تتوقعها في اليوم ده. ممكن النهاردة توقع على عقود شراكة او حتى تعزز علاقاتك المهنية بشكل كويس لو كنت متفاهم عاطفيا النهاردة. عليك انك تفكر بشكل سلبي شوية، وما تخليش التفكير السلبي يستحوذ عليك في الفترة دي، هتنتظر لحد ما تتوضح الأمور، ده هيكون أفضل. بالنسبة ليك مهنيا، هتتعدد كل الاحتمالات اللي ممكن تكون إيجابية قدامك، وهتحرز من خلالها نجاح في عالمك وفي عالم التجارة النهاردة، علشان تروج ليك وتروج لكل إعلاناتك والإعلام والتسويق بشكل كبير. بالنسبة ليك عاطفيا، هتمتلك اليوم ده كتير من السحر اللي هيكون بتعرفه كويس جدا جدا، وهيعمل مع كل الأشخاص القريبين منك في الوقت ده. بالنسبة ليك صحيا، هتتناول أنواع كتيرة جدا من السلطات، هتبقى غنية جدا بالخضروات في مسائك ده، وهيبقى مهم جدا لو كنت بتتبع حمية غذائية في يومك ده. بالنسبة لي توقعات العشرية الأولى مواليد 23 سبتمبر ل3 أكتوبر، اليوم مش هتكون قادر على انك تنجز اي حاجة، لكن ما تخليش ده يرجعك كتير للخلف. لو استمريت في انك تشتغل بثبات، ممكن تكتشف مرة تانية النجاح في يومك ده. الوضع هيبقى مشابه جدا حياتك الخاصة مع شريكك وايضا مع اصدقائك لليوم ده. هتحاول انك تدور عن حلول لكل التناقضات اللي ممكن تكون بتحصل، ولكل سوء التفاهم اللي ممكن يكون توصلت ليه. من خلال انك تتواصل تواصل هاتف النهاردة، ده هيشكل توتر هيكون كبير جدا جدا وخطر جدا على صحتك. هتدور النهاردة عن خط هيكون وسط بين استرخائك وبين نشاطك. بالنسبة لتوقعات العشرية التانية مواليد 4 أكتوبر ل13 أكتوبر، الأمر هيكون بيزداد صعوبة في شغلك في الوقت ده، علشان كده لازم انك تقبل عروض المساعدة من كل زملائك علشان يتقل لك بل العمل النهاردة اللي بيقبع امامك تدريجيا، الى ان يصبح مهام ممكن انك تتعامل معاها في وقت ما. هتتسم حياتك الخاصة بعدد من النزاعات، وما تخليش الامر بيصيبك بالاحباط النهاردة. حتى ولو واجهت الاسوأ في يومك ده، هتنتظر شوية لان الحل ممكن يجيلك من الداخل. في بعض الاحيان بنصحك انك ما تقللش باي اعراض ممكن تكون بتشعر بيها. بالنسبة لتوقعات العشرية الثالثة مواليد 14 اكتوبر ل22 اكتوبر، في بعض الاحيان النهاردة لازم انك تتعامل مع الفشل في شغلك بشكل كويس، وتكون شجاع اكتر، وتنظر للانتكاسات دي على انها فرصة للتغيير للاحسن. ولو قمت بده، ممكن تخرج من اعماق اليأس في حالة هتبقى أفضل، وممكن تتخذ قرارات هتكون قريبة جدا في حياتك الخاصة، هتلتزم من خلالها برأيك، ولكن هتستمع أيضا للي بيقوله كل اللي حواليك، وهتظهر الظروف دي الصعبة أيضا في شكل جسدي، وهتاخد وقتك علشان تستمتع بيها، وهيكون في مزيد من السلام والهدوء النهاردة.